340 حقيبة مدرسية وزعت على الأطفال اليتامى وأطفال الأسر المعوزة من طرف جمعية خيرية في أدرار. هذا وقد وفق الله سبحانه وتعالى إلى جمع أكثر من 340 حقيبة، 300 من طرف جمعية كاف اليتيم و40 حقيبة بمساهمة الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين بأدرار. كما تم بالمناسبة تنظيم حفل تكريمي للفائزين في مسابقة أحسن رسم حول غزة. السلام عليكم. قامت الجمعية الخيرية كافي اليتيم وبالتنسيق مع مجموعة ناس الخير بأدرار بمسابقة أحسن رسم حول أطفال غزة، واليوم ستقوم بتكريم الفائزين بالرسم. ناس الخير أدرار اليوم بتكريم العشر الأوائل الناجحين في مسابقة أحسن رسم يصف معاناة أطفال غزة إن شاء الله. وقد لقيت المبادرة استحسانا من طرف العائلات المستفيدة وأطفالهم. الله يعاون جمعية كاف اليتيم، عطوني حقيبة مدرسية والله يقدرهم على فعل الخير، وإن شاء الله كما دخلوا الفرح على قلب هاد الأطفال الله يفرح. جمعية كاف اليتيم لأنهم عطوني الحقيبة ونشكرهم وبارك الله فيهم. مع كل مناسبة تستجيب الجمعيات الخيرية بأضرار إلى نداء المحتاجين حتى ترسم الفرحة في وجوههم.